أهلا بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر. أستاذة رحمة، كم تحفظين من القرآن الكريم؟ 54. 54، تبارك الله عليك. اختاري خمس حزاب اللي غادي تمتحني فيهم. خمسة ديال الأحزاب. البقرة. سورة البقرة. اقرأي من قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. حسبك قال قول الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اقرأي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. حسبك تعرفهم بسيماهم. قوله تعالى: إذا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن
كَانَ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. حسبك سيدي أحبابي. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. أعوذ بالله من الشيطان. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من قبلهم من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما بالنسبة
دابا استاذ المسابقه على ما كان في علمي انها غير ديال التشويق، ما كنتش مراجعه ولا غير قريت. يقرأ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالله ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. واحد السؤال يعني ممتاز، عندك سؤال وش يعطيك ما تعرفش، هذه هدية ومين حاطاك صفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان. نحن عرفناك حافظة الحمد لله، وكل هاد الناس اللي يشاركوا راه جلهم حافظين، ولكن راه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قائم من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن
إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. حسبوك. اقرأي من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يتساءلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عم يتساءلون. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوصادا وجعلناكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وخلقناكم أزواجا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا أقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بالنسبة للفائزين فئة الإيماد، فئة الإيماد الرتبة الأولى رحمة أيت وادي، الرتبة الثانية شيماء القرشي، الرتبة الثالثة فاطمة حني. الرتبة الثلاثة الأولى، الرتبة الرابعة هاجر أبو الجود، ثم الرتبة الخامسة داني فاطمة. كانت نتائج المسابقة ديال الحفظ وتجويد القرآن الإيناد. إذن رحمة أيت وادي، رحمة أيت وادي، تفضل الكرة. السيد المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتفضل معنا مشكورا، يقدم الجائزة الأولى لرحمة أيت وادي. الجائزة الثانية شيماء القريشي، السيد حلوش محمد عضو اللجنة الشؤون الاجتماعية لمجلة الدكتور، يسلم الجائزة الثانية لشيماء القريشي. شكرا. إذن الجائزة الثالثة فاطمة حمي، سيد عادل شرميط عضو لجنة الشؤون الاجتماعية بمجمع مدرية الفضل، مشكورا اللي يعطي الجائزة الثالثة. بالنسبة للمشاركين معنا، أنا نادي عليهم طبيعة الحال، محمد تشتاش، إسماعيل صديق، داود عيد الكبير، عبد الرحمن الربحة، صالح الدين الأبيض، بوعلي سليمان، محمد حكام، عبد الرحمن المردي، بوعلي عثمان، عبد الحليم بوغتا، اتفضلوا معنا. وكذلك هجرت بوجود وكذلك قديمة، هذو كانوا يطلعوا معنا من الجزء. شكرا شكرا. آخر ما نختتم به هذه الليلة إن شاء الله الدعاء الصالح، سي عبد القادر يتفضل الشويبي يدير لنا الدعاء. شكرا. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. اللهم ضاقت المذاهب إلا إليك، وأخبت الأمال إلا لديك، وانقطع الرجاء إلا منك، وبطل التوكل إلا عليك. ربي لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما.
اجعله يا مولانا سالما من شر موفقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الأيام المباركة لولي أمرنا مولانا محمد السادس، اللهم كن له وليا ونصيرا. اللهم احفظه يا رب العالمين، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي ترشده إلى الخير وتعينه عليه. اللهم احفظه بالقرآن الكريم، وشافيه بالقرآن الكريم، وعافيه ببركة القرآن الكريم. كما نسأل الله سبحانه وتعالى لهذه الشركة المباركة، اللهم كن لأهلها وليا ونصيرا، اللهم احفظها من كل سوء ومكروه. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة القرآن الكريم. ونشكر يعني الممثلين جميعا ديال الشركة على هذه المبادرة، وحق لها ذلك. إذا أرادت أن تحفظ ببركة القرآن الكريم، أرادت أن تحفظ فعليها بمثل هذه الجوائز لأهل القرآن الكريم، لأن أهل القرآن أهل الله وخاصته. نسأل الله سبحانه وتعالى لشركتنا هاته، اللهم بارك فيها، اللهم احفظ يعني جميع المستخدمين فيها من الكوارث يا رب العالمين. اللهم احفظها يا رب العالمين ببركة القرآن الكريم، واحفظ رئيسها ومرؤوسها وجميع من يعمل فيها، اللهم بارك فيها وزد فيها يا رب العالمين. كما نسأل الله سبحانه وتعالى لكل من ساهم واقترح هاته المسابقة المباركة، اللهم بارك فيه، اللهم بارك فيه واحفظه يا رب العالمين، اللهم احفظه يا رب العالمين. كما نسأل الله سبحانه وتعالى للحضور الكريم نساء ورجالا، اللهم احفظهم ببركة القرآن، واحفظنا جميعا ببركة القرآن، وشفع فينا القرآن الكريم. في الحقيقة كنا فائزين، لأن شهر القرآن الكريم وكنتعاملوا مع القرآن الكريم وكنقرأوا القرآن الكريم، أبشروا كل واحد منا فائز. اللهم شفع فينا القرآن، وشفع فينا الصيام. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما. اللهم شفع فينا القرآن، وشفع فينا الصيام. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام، واحشرنا في زمرة خير الأنام. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.